عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة مستجدات موقف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة. هذا واستهل مدبولي الاجتماع بالإشارة لأنه يتابع بصورة يومية معدلات توقيع العقود الخاصة بالمستحقين للتعويضات من أهالي المنطقة. كما تم خلال الاجتماع عرض إجراءات تسليم المرحلة الأولى من الأراضي للشركة الإماراتية، وكذا الإجراءات التنفيذية لترفيق منطقة شمس الحكمة.